تدور الأيام ويمضي الوقت سريعا على حسان دون وجود أي حلول سريعة تحسن من واقعه المعيشي. بعد أن أصيب بغارة جوية أفقدته ساقيه قبل 6 أعوام، ظروف الحياة الصعبة جعلت الشاب الثلاثيني حائرا، فلا عملا ولا دخلا اقتصاديا ثابتا يستطيع من خلاله تأمين احتياجات عائلته. أنا والله وضعي المعيشي كتير صعب، لأني مصاب وعندي 4 أطفال وعندي مصروف كبير يعني بالبيت، وفي أجارات وفي أجار بيت وفي يعني نت وكذا، وكله مصروف المدارس كمان كبير يعني للبنات عندي ما شاء الله مدارس، فمصروفهم كبير. وأنا يعني تقريبا اختصر على حالي كتير أمور يعني بالمعالجات الفيزيائية، وما عم بحسن روح لأنه بده مصروف بنزين، وأنا اللي بيصلني كل شهرين 1200 ليرة تركي. محمد هو الآخر لا يختلف وضعه تقريبا عن حسان، فحالته الصحية باتت حرجة حيث أصبح عاجزا عن دفع ما يترتب عليه شهريا من إيجار بيته ومستلزماته في ظل غلاء الأسعار وعدم وجود أي مردود مادي يمكنه من تحسين أحواله. يعني عندك أول شغلة، عندك أجرة البيت هاي مسؤولية 100%، عندك كهرباء، عندك مي، عندك الخبز اليومي، عندك أكل، عندك شرب، وهذا أنا بالنسبة إلي كله ما أنا متوفر، وفي حال أنه عم يتوفر أنا عندي، هذا عم يتوفر أنا عندي من الدين. فريق منسقو استجابة سوريا قال إن عدد المدنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق شمال غرب سوريا وصل خلال عام 2021 إلى أكثر من 200,000 شخص، جميعهم بحاجة إلى مساعدة وعناية طبية. يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق شمال غرب سوريا صعوبة كبيرة في تأمين متطلباتهم، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية الواسعة التي تعصف بالبلاد، فضلا عن قلة المساعدات الطبية والإنسانية التي قد لا تصل لبعضهم بشكل مستمر. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة الباب، ريف حلب.